بسم الله. في سؤال جه هنا بيقول لما بضغط على نوتيت بيكون عندي حاجات كتيرة مقفولة، يعني مثلا الديتيلز بيكون اللون بتاعها رمادي فاتح ولا يمكن استخدامها أي أمر فيها. طيب تعال نبص كده. أنا لما باجي هنا بلاقي عندي الفيو دوت، لما بدوس في في بلاقي إن أنا أقدر أعدل أي حاجة. طيب لو أنا جيت خليت حاجة اسمها فيو تمبليت، فيو تمبليت يعني إيه؟ يعني ممكن يكون عندي عمارة مثلا 100 دور وعايز اعدلهم كلهم مره واحده، مثلا اخليهم بدل ما 1 ل 100 هيطلعوا 1 ل 150، فتلاقي ان انت محتاج ان انت تفتح واحد واحد تعدل. لا، في حاجه اسمها فيو تمبليت، بعمل سيلكت على بعض العناصر، اقول لكم مثلا من هنا لهنا، نقول له بروبرتيس واقول له خلي الفيو تمبليت بتاعهم مثلا دوت، تمام؟ هو اوتوماتيك بيخليهم كلهم نفس الحاجه. لو انا عايز كله يتاثر معايا حاجه واحده، يعني عايز كله ياخد نفس الخصائص ما عدا الفيو سكيل، اشيل العلامه من هنا، يبقى كده هو كله هياخد الخصائص اللي موجوده في الفيو تمبليت، بس هيسمح لي ان الفيوهات تتعدل كل واحد لوحده، يعني الفيو سكيل ده كل فيو حسب ما انا بحدد، تمام؟ وبرده الفيو رينج ممكن استثنيه، تمام؟ انت تقدر تستثني اي حاجه، بس هو غالبا احنا بنستثني الفيو رينج بحيث كل دور يبقى خاص مع نفسه، تمام؟ طيب انا ده 3 دي كوردينيشن فيو، قال هيتحط فين؟ هيتحط في الميكانيكال في اتشفاك دكت، يبقى هو كده هو اتنقل بمكانه اللي كان فيه لميكانيكال اتشفاك دكت. اوكي تمام، اوكي تمام. طيب انا عندي هنا ظهر حاجات معينه مش كله، فبقول له هنا انا عايز اظهر اول، تمام. طيب ده اللي احنا واقفين عليه دلوقتي، تمام. ممكن نديله مثلا فيو تمبريت معين، وليكن مثلا الكتريكال بلين على سبيل المثال. طيب بعد ما اديته الكتريكال بلين، لما تدخل في في اللي بيحصل بتلاقي كله بقى رمادي، تمام. ليه؟ لانه خلاص ما بقاش ينفع اعمل كل فيو لوحده، لازم اعمله في الفيو تمبليت. الفيو تمبليت بيأثر في كل الفيوهات المرتبطة بيه، تمام. طيب خلينا نخش كده، كل متأثر بيه حتى الفيو سكيل. طب شيل الفيو سكيل وشيل الفيو رينج، تمام، اوكي. تيجي هنا على 1 ل 100 تقدر تعدل زي ما انت عايز. طب تيجي على ده تلاقيه مقفول، تيجي على ده تلاقيه مقفول، تمام. يعني خلص الفول، انا مش مسؤول، خلاص هو مالكش ان انت تعدل فيه الا من هنا، تدخل هنا في الفيو تمبليت بتاعه وتدي له الحاجه اللي انت عايزها، تمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. لما برسم مجاري الهواء لا اجد الفيتنج، فبالتالي لا يمكن ان اغير من مسار الصاج او اعمل تفريعات، تمام. هو الفكره كلها ان انا محمل مشروع، او الشخص اللي بيظهر عنده المشكله دي بيكون محمل مشروع ما فيهوش تمبليت، تمام. يعني في حاجه اسمها تمبليت، لو احنا كنا كده في الاول من فيو قلت له يوزر انترفيس واخترت ريسنت فايلز، بيلاقي عندي حاجه اسمها تمبليت اللي هي ده وده وده وده، اعملهم منين او اضيفهم منين؟ باجي هنا من اوبشنز، تمام، بتلاقي عندي هنا الفايل لوكيشن، بتلاقي هنا التمبليت، ممكن اقول له اد واضيف اي تمبليت انا عايزه. التمبليت ده عباره عن ايه؟ ملف فاضي ما فيهوش حاجه خالص، بس فيه الفاميلي الضروريات بالنسبه لي، فيه الاعدادات، فيه الفيتنج اللي ناقصه، بحيث ان انا مش كل شويه ادور عليها، طيب تمام. طيب يعني الاصل ان انا ادور على تمبليت وابدا اشتغل بيه. طب لو ما عنديش تمبليت، افتح اي مشروع وسيفه ار في تي فايل سيف از تمبليت، تمام، وتلغي كل الشغل اللي موجود، تمام. يعني تعمل كل الشغل اللي هنا موجود تلغيه، بس انت لما ما دمت ضفته يبقى لما تيجي هتقول له انا عايز ارسم دكت هيترسم معاك ما دام موجود في قلب المشروع. طيب خلينا نقول له انا عايز ارسم اشفاك دكت ونشوف المشكله برضو بصوره اوضح. طيب خلينا نقول له نرسم دكت. هو ايه اللي بيحصل لما بقول له برسم دكت؟ بيبدا يختار لي، بختار نوع من انواع الدكتات اللي عندي، تمام، تاب او تي. احنا غالبا في الدكتات بنرسم تاب، في ال في البايب ممكن نرسم التاب. طيب هو هنا مش ظاهر لي على اساس ان الارتفاع مبالغ فيه زياده عن اللزوم، فاحنا ممكن نقول له خلي الارتفاع مثلا 2500 مثلا، تمام، حسب المشروع، تمام اهو. طيب لما اجي ارسم هنا بدا يرسم الدكت. طب ليه بدا يرسم الدكت؟ عشان الدكت بيتحمل في المشروع، فانا ممكن بدا يرسم القلبه، فانت ممكن تعمل سيرش على القلبه وتحمله في المشروع، تمام. طيب القلبه ده مثلا مش عاجبني، بعمل سيلكت هنا
واشوف اذا كان في فيتنج تاني اقدر ابدل بينهم ولا لا. تمام. طيب لو انا وقفت على الضغط دوت وقلت له ايديت تايب، هل عندي حاجه اسمها روتنج ريفرنس بريفرنس. تمام. بلاقي ده الضغط مثلا بيقول لي انت عايز تستخدم انهي يلبو، فتقدر تختار انهي يلبو تشتغل بيه، هتشتغل تاب ولا تري. تمام. الجاكشن بتاعها هيبقى عامله ازاي، الكروس اني فاميلي، يعني ممكن يكون في عندي كذا فاميلي في المشروع وكل ضغط بيستخدم كروس معين. تمام. يعني مثلا ممكن يكون عندي كذا نوع من انواع البايب، فمثلا لو هو نوع مثلا نحاس هيستخدم فيتنج معين، لو هو نوعه حديد هيستخدم فيتنج معين، وهكذا. دي الفكره كلها. فلو في حاجه ناقصه بعمل لها امبورت. تمام. ممكن مجرد من انسيرت تقول لود فاميلي وتحمل الفاميلي اللي انت محتاجها، او دراج اند دروب. تمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. في مشكله ما بعرفش احمل فاميلي لما افتح مشروع جديد، لما برسم مجرى الهوا. طيب لما ما بعرفش احمل فاميلي، لازم وانت بتحمل فاميلي اغلب المشكله بتحصل ايه، ان انا بقول له مثلا انا عايز ميكانيكال اكويبمنت. تمام. فممكن اقول له فاميلي واختار فاميلي غير الفاميلي بتاعت الميكانيكال اكويبمنت، فبيرفض. لازم الميكانيكال اكويبمنت تتحمل في الميكانيكال اكويبمنت. تمام. يعني لو جيت مثلا قلت له حمل الفاميلي دي، لو هي مش ميكانيكال اكويبمنت هيقول لا خلي بالك ده مش ميكانيكال اكويبمنت. تمام. فدي من ضمن الغلطات، بيقول لي خلي بالك ان النوع ده غير النوع ده. تمام. طيب لما برسم مجاري الصاج بيقول لي لا يمكن رؤيتها، وبيقول لي اذهب للفيزابيلتي. لما باجي برسم حاجه في بعض الاوقات ما بتظهرش غالبا. فاكرين لما جينا نرسم الضغط اول مره قال لي ايه، كان هنا الارتفاع زود صفر كده وارسم. لو هو الارتفاع غير منطقي هو رسمها، بس رسمها فوق العمارة خالص طاير في الهواء. تمام. اهو هو رسمها. تمام. الحاجة التانية اللي ممكن ما تكونش مرسومة، يعني ما تظهرش، ان لو تدخل في الفي في تكون انت خافي الضغط. تمام. الضغط مخفي. تمام. اوكي. فأي حاجة هترسمها هتترسم، يعني هي هترسم، بس انت خافي الضغطات فما تظهرش معاك. تمام. دي من ضمن المشاكل اللي موجودة. اتمنى اكون جاوبنا على السؤال، والف شكر.